ولك فؤاد مشان الله بقى افوت بالموضوع، لسه جايك بالحديث جايك بالحديث، حاجة تشرح لي تفاصيل إلا طعمة وما لها طعمة. أخي شو بدك تصار؟ أنت ملاك وهي شيطان؟ خلاص مثل ما بدك، أنت ملاك وهي شيطان، بس اللي كيف اجتمعتوا؟ كيف بلشت قصة؟ من هون من عندي من الشركة من مكتب معتز. من حوالي الكم شهر أنا ركبت نظام لمراقبة المكالمات الهاتفية بين الموظفين هون بالشركة، مو لأي سبب بس هيك لحتى أطمئن إنه ما في شيء عم يصير من وراء ظهري، يعني بقصد بخصوص الشغل. مرة بالصدفة سمعت معتز عم يحكي مع وحدة، طبعا يعني ما اضطريت كتير اتحذر لأعرفها، عرفتها من صوتها أنها ربع، وصرت اتقصد اتنصت عليه هو بالذات، وفهمت بعدين انه في بيناتهم علاقة. ايوه، قمت بدال ما تخبرني لقيتها وحدة سهلة وانبسطت عليها. لا يا رجل شو عم تحكي انت؟ الله يشهد انا ما اتصلت فيها الا لحتى حذرها من الشيء اللي عم تعمله وردها لجادة الصواب. كتر خيرك والله، وليش ما عملت هيك؟ يعني هو اول فترة كان صعب، يعني كان لازم يعني احكي معها بعيد عنك وبعيد عن سحر، ما صار في مجال وانتظرت الفرصة المناسبة. وافضل فرصة مناسبة كانت لما طلعنا على الضيعة مشان نعزي، ما هيك؟ بعثت لها رسالة تحاكيني ضروري، خبرتني وقمت قلت لها انه انا بعرف شغلات عنها وضروري تيجي لحتى نحكي. قام بدل ما انت تصلحها هي صلحتك. حقك تحكي هيك، بس أنا بتحدى إذا في رجال بالعالم ويكون بمحلي بيقدر يقاوم اللي عملته. وحدة فظيعة يا رجل، شي ما بيتخيله العقل. إيه أنا بعترف، يعني ما رح أنكر للأسف ضعفت، وبدل ما استفيد من الورقة اللي بإيدي لحتى أضغط عليها وردها لجادة الصواب، هي صار عندها شي تبتزني فيه. لحظة الضعف اللي مريت فيها وصرت إذا بدي أفضحها وأحكي لك قصتها مع معتز، هي بدها تفضحني قدامك وقدام سحر. اضطريت أسكت وفكرت يعني إنه القصة انتهت على خير، وارتحت لحد ما رجعت خبرتني بعد ما هربت من عندك بفترة وهددتني إذا ما بلاقي لها مأوى تتقاوى فيه بدها تفضحني. كانت عندك؟ كانت عندك؟ مثل 60 موتة لا أعرف وينها. كانت عندك؟ والله حرام حرام. يا ابن الكلب يا طعم روحك يا ابن الشب يا عدم الطبير. الله لا يوفقك يا الكلب، الله لا يوفقك يا ابن الحرام. وانا بعرفك يا ابن الكلب، بس اللي وينه؟ وين الخفيه؟ لشو بيعرفني؟ بتكون رجعت لعند الحلاق. بعدين الشغله ما بدك كلها الانفعال. طب سمرا اذا ساتك متأزم روح لعندها بتلاقيها عنده. بس مشان شو يعني؟ ليش لسه بدك اياها بالله؟ بتحبها؟ قلي قلي، انت بتحبها؟ فكر بينك وبين حالك، بتحبها؟ او من الاساس حبيتها؟ شحطوا؟ حلياني بس اليوم؟ لا لا مو هيك قصدي، انت كل يوم حلوة بس اليوم يعني فيك شي خاص، فيك شي مميز. يمكن لأنه هذا اليوم بالذات غير شكل مميز. قليلة البنت يوم خطبتها قديش بيكون يوم خاص بحياتها، ما قصدي الخطبة تبع تلبيس المحابس والحفلة، لا لا أنا عم بحكي عن شي تاني تماما. عم بحكي عن اللحظة اللي الشاب بيجي فيها على البيت وبيقول له لأبوه للبنت أنا جاي أطلب إيد بنتك.
خمس كلمات. متخيل؟ خمس كلمات بتنقل البنت من دنيا لدنيا تانية، من بنت مراهقة حالمة لمشروع مرة، مشروع خطيبة وزوجة وأم. لحظة مفصلية ما؟ أنا آسفة أخذني الحديث ونسيت أسألك، ليش طلبت تشوفني؟ كنت بدي أسألك شو بيصير إذا أنا ما أجيت اليوم؟ أمه للشاب وقت ما حست إنه أجلها قرب كتبت اسم أبوه على ورقة وحطته في صندوق، وقالت لها لأمي إذا متت قبل ما يجي ابني أعطيها الصندوق. وابنها رجع، وأكيد أمي رح تعطيه الصندوق. السؤال اللي بدي أسألك يا أستاذ رفض، حابب يلاقي اسمك على هاي الورقة ولا يلاقي الصندوق فاضي؟ عم تحددني؟ نهائيا، أنا قابض بكل الأحوال، بس اللي بفرق معاي هو المصدر ومين بدفع أكثر. ابنك لحتى يوصل لك ولا حضرتك مشان تقطع الطريق عليه؟ وحضرتك قديش مفكر يطلع لك بهالصفقة؟